بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. كالعاده مشاكل مانشستر يونايتد لا تنتهي. مانشستر يونايتد بيخسر من ميدلزبراو 8-7 بركلات الجزاء. مانشستر يونايتد اللي مفترض ان المباراه دي كانت جايبه علشان خاطر ياخد ثقه بعد الازمه او الهزه الكبيره اللي كانت في غرف ملابس مانشستر يونايتد، وهي ازمه جرينوود مع صديقته، وبعد كده تخلي لعيبه مانشستر يونايتد عن جرينوود وكلهم قرروا ان هم يلغوا المتابعه على انستغرام وعلى حساباته كلها علشان يحسسوا الناس كلها ان مانشستر يونايتد لسه مشاكله كلها بره الملعب، ومشاكله كلها يعني غرف ملابس الفريق اللي من فتره كان في تسريبات ان في مشاكل بين اللعيبه اللي بتتكلم انجليش واللعيبه اللي بتتكلم برتغالي، والفرقه ما فيهاش رابط ولا الفرقه فيها قائد. يعني لما كريستيانو رونالدو جه كلنا قلنا ان كريستيانو رونالدو هو اللي هيعرف يحل مشاكل مانشستر يونايتد، هيجمعهم على قلب رجل واحد. بس مع الاسف الشديد شفنا ان كريستيانو رونالدو من اسبوعين ثلاثه بيحاول ان هو يدور على عروض الرحيل على مانشستر يونايتد، وكريستيانو عايز يهرب من مانشستر يونايتد، وشايف ان هو بقاش عنده وقت كتير ان هو يقعد يصلح ويقعد يعدل في المشاكل اللي موجوده ما بين اللعيبه، غير المشاكل اللي تتعلق بجوده لعيبه مانشستر يونايتد ومدى تحملهم الضغط ومدى فكره ان الفرقه دي مرشحه ان هي تاخد بطولات فعلا، ولا اللعيبه دي اخرها تلعب توب فور واخرها تصعد دوري ابطال اوروبا. مشاكل مانشستر يونايتد المفترض مباراه زي ميدلزبراو كانت خلت الموضوع ببساطه انك لازم تكسب سكور، خصوصا ان رالف رانجينيك حرفيا عاطل اللعيبه كلها المفترض اساسيه، سانشو ولعيب زي كريستيانو رونالدو في الشق الامامي، والطرف الثاني كان موجود فيه ماركوس راشفورد وبرونو فرنانديز، ورجعنا 4-2-3-1 بعد ما سلسله افكار 4-3-2 فشل رهيب مع مانشستر يونايتد. السلسله اللي كان جاي بيها رالف رانجينيك علشان يغير الفرقه تكتيكيا، الفرقه ما اتغيرتش منه تكتيكيا نظرا لضعف مستوى لعيبه خط نص ملعب مانشستر يونايتد، فبالتالي قررت انك ترجع تاني لطريقه سولتشاير اللي هي 4-2-3-1. بس الازمه انك دوست على برونو فرنانديز وانت بتجرب في ال 4-3-2، فبرونو فرنانديز لما رجعته ليك تاني في الملعب اساسي ما بقاش هو نفس برونو فرنانديز اللي انت كنت رامي عليه تقلك كولي جونر وسولتشاير. الدنيا بالنسبه لبرونو فرنانديز اتغيرت جدا مع قدوم كريستيانو رونالدو، موضوع نجم الفريق الاول اتسحب منه تماما، فبرونو فرنانديز خسر واحده من اكتر العوامل بتسجيل الاهداف بالنسبه له وهي ضربات الجزاء. كريستيانو بقى بيشوط ضربات جزاء عافيه، برونو فرنانديز مش حاسس ان هو النجم الاول. نفس المشاكل دي كان بيشتكي منها برونو فرنانديز في منتخب البرتغال، وكان بيشتكي ان تالقه في مانشستر يونايتد بسبب ان هو النجم الاول والريسبورت كله عليه، ولما بيكون موجود في البرتغال ما بيكونش هو النجم الاول والريسبورت كله بيتشال من عليه. دي مشاكل كانت موجوده زمان برونو فرنانديز كان بيتكلم عليها مع مشاكله في المنتخب البرتغالي. فلما تيجي تدور على الليله دي كلها، لا، مانشستر يونايتد كان عنده مشاكل كتير، وكان مفترض ان هو يحل الازمه بتاع المشاكل دي بمباراه زي امبارح ترجع الفرقه للمسار الصحيح. بس سبحان الله رب العالمين، يعني الفرقه امبارح سجلت الهدف الاول بدري، وبعد كده يلا يا جماعه بقى نسجل الثاني والثالث والرابع ونعمل حفله. لا، احنا عملنا حفلات تضييع. يعني بعد سانشو ما سجل الهدف الاول شفنا كريستيانو بيضيع ضربه جزاء، شفنا برونو فرنانديز بيضيع كره غريبه جدا بعد هدف التعادل، كره بتقول لك ان برونو فرنانديز ده بره الخدمه تماما، كره بيضيعها ماركوس راشفورد وكريستيانو رونالدو بيقعدوا يصوتوا على الخط. شفنا كرات كتير، ده طبعا بجانب جون ميدلزبرا اللي هو اساسا كان هاند بول، يعني كره هاند بول ما اتحسبتش، وكمان اتحسبت جون على مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد بوصل للاكسترا تايم، فرقه ما كانتش عندها حلول، خصوصا يعني بعد ما رافائيل فاران متغير ونزل مكانه فيل جونز وطلع بول بوجبا وطلع ماركوس راشفورد. طلع بول بوجبا وماركوس راشفورد وقرر ان هو ينزل انتوني الينجا مكان ماركوس راشفورد، وخوان ماتا مكان سانشو، وفريد مكان بول بوجبا. رجعنا تاني لقصه فريد، ورجعنا تاني لقصه سكوت ماكدوماي وفريد، ورجعنا كل المشاكل اللي احنا بنرجع بيها دايما في ماتشات مانشستر يونايتد، هي الجوده والكواليتي بتاع اللعيبه دي. حتى مباراه زي ميدلزبراو نص ملعبك مش عارف ان هو يحسم لك كور كتير، اشتراكات، سكند بول، في مشاكل كتير بتعرض ليها مانشستر يونايتد عشان توصل للحظه الحاسمه اللي هي ضربات الجزاء، وتلاقي دين هاندرسون ما طلعش ورا واحده، ودين هاندرسون دخل فيه 7 ضربات جزاء. دين هاندرسون تم تسجيل في المرمى 7 ضربات جزاء، والناحيه الثانيه لعيبه مانشستر يونايتد كانت بتسجل وكانت مستنيه عون من حارس مرماهم، بس مع الاسف دين ما وفقش، لان دين هاندرسون برده من الناس اللي داست عليه. دين هاندرسون كان ماشي كويس قوي، بعد كده رجعنا دخيه ثاني مكان دين هاندرسون علشان نرجع لنفس النقطه اللي بدانا بيها، ان مانشستر يونايتد عنده مشاكل فنيه واداريه كبيره جدا كانت اكبر من كريستيانو رونالدو وتالق كريستيانو رونالدو يحلوها. يمكن كانت من الظاهره مع سولتشاير، لان اللعيبه كانوا بيحبوا لوجون سولتشاير، بس كان الموضوع كله بيبقى امكانياتهم. انما المره دي احنا وصلنا للعيبه منقسمه، ووصلنا لغرف ملابس منقسمه، ووصلنا لمدير فني مش عارف يسيطر على اي حاجه، مدير فني مقتنع ان ايلونجا اللعيب اللي واثق فيه شو ضربه جزاء، واللعيب اللي مطلعه من تحت هو ده اللي هيكون اكتشاف العصر الجديد في مانشستر يونايتد.
مشاكل مانشستر يونايتد اتمنى ان هي تنتهي علشان خاطر رجع لنا يونايتد كبير انجلترا تاني. نتمنى من الله ان هم يخلصوا موضوع المدرب بدري بدري، وان رالف رانجينيك زي ما قلنا مش هو المدير الفني اللي هيجي يحل المشاكل الكتير اللي كانت موجوده عند مانشستر يونايتد، سواء فنيه او انضباطيه وسلوكيه بره الملعب. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فبراحتك ابرو، هذا رايي ورايك يحترم مهما كان.